الله يساعدكم، عاد يسولف وياكم. شلونكم؟ حياك الله، نورتونا وشرفتونا علينا وعليكم اجمعين يا رب. نوركم، واحنا اللي لنا الشرف انه احنا نتعرف. شرفتونا. شوفكم اصلا، نتقدم شويه؟ اي والله، هسه تمام؟ عاشت ايديكم، تعال وين رايحين؟ وين رحتوا بغير منطقه؟ رجعتوا رحتوا لاقواس انتوا. تعال. شو والله الحمد لله. الله يخليك. شلون رمضان وياك؟ والله كلش حلو، اجواء لطيفه الحمد لله. رجوع لو عطل؟ والله ماكو، يعني الجو شويه بارد، مو مثل الشهر السابع يكتل. نعم. مر علينا سابقا شهر رمضان فضيل بالسنوات اللي مضت، شهر السابع شهر الثامن، فكنا نعاني من اجواء السبلت والمبرده يعني. بالضبط. نعم. بس الحمد لله. الحمد لله لي اجواء طيبه، وان شاء الله سنه اللخم من اكثر إن بروده ان شاء الله. شلونك انت؟ شلونك عيني؟ الله يسلمك، رحم الله والديك. الله يسلمك. مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. شكرا. اشكرك. انا اسمي هاشم. قد عمرك؟ انا عمري 20 سنه. الله يحفظك، وتوقعتك اكبر. والله انت اثمار ما شاء الله. أثمار حلو. أثمار. قد عمرك؟ 28 سنة. ما شاء الله، الله يحفظكم يا رب. شنو دا تسوون هنا تحديدا؟ دائما إدارة مول بابلون بقيادة أستاذ جعفر يسوون بازار، يعني بفترة رمضان إحنا أصحاب محلات بالبازار. البازار اللي جوه صح؟ نعم، احنا اصحاب محلات هناك، لكن كل رمضان يسوون مبادره خيمه رمضانيه. أوكي. يصير بها اجواء حلوه، اجواء رمضانيه، يوم جمعه يوم خميس يصير مسابقات فرقه دائما، يعني ما مقصرين يعني موضوع اكتيفيتيز حلوه ويا الجمهور. على فكره كل هالموضوع مجاني، انه اي كل الكادر والترتيب كله مجاني انه اي هاي كل سنه. حلو زين، انتم شنو شغلكم اصلا؟ انا ابيع اكسسوارات هدايا من خلال قناتكم، هي موجوده من خلال قناتكم، همين نسوي اعلان المحل، محل اثمال الهدايا والاكسسوارات. شرفونا على الانستغرام. الله يحفظك ويرزقك ان شاء الله. انا ابو عطور، عندي بوتمان عطور. شويه قلتها، الولد هم يشتغل على برنامج، قلت لهم انا وفلوشتي الحلوه احنا يعني بخدمه الشعب العراقي، للناس اللي تتعب على نفسها، مو للشركات، مو للبراندات الكبيره. اللي باني نفسه خطوه خطوه. اللي تعبان هذا اللي هيك جايبها بتعب، شايفه من يشوف ال 100 دولار؟ التخرج من راسا ما انتظرنا رحمه التعيين مثل ما نقول، باشرنا راسا مشروع. يعني اشجع كل شاب انه عنده طموح يبدي، يعني انا مشروع بالبازار، ويقولون المول انه ايجاره غالي، لا بالعكس، بديت هاي مشروعي ب 2018 ب 300,000، والحمد لله هسه صار تقريبا 5 امتار عندي الحمد لله. وهم الاداره من قصرين ويانا، هم اصلا مسوين البازار دعم للطاقات الطاقه الشبابيه الحمد لله، مو بغرض استثمار. لا لا بس ما هم اصلا حتى استاذ جعفر من قصر وياهم. حياتنا، لا والله هنيالنا اذا نشوف اكو هيك مستثمر يساعد ويكون. انا قبل شوي حياتنا، لا والله وصلونا سلام. يا صي يا صي، اكيد راح نشوفكم من خلال قناتكم. حياتنا لكل مستثمر يساعد الفئه الشبابيه، احنا عندنا طاقات شبابيه مخيفه. كلامك انه احنا عندنا الشباب اليوم قادم على مستقبل شويه يخوف مثل ما نقول، فهذا المستقبل يخوف، هذا شيء واعي، شيء قوي، شاب يعني عقله شويه يكون يفكر، يكون يشتغل، يكون صاحي. هذا الشاب هسه من يشوفه انه دا يشتغل ودا يتعب ودا يستثمر مجال عمله او مجال الراس مال اللي عنده، هذا من يستثمره يعني يحس بداخل عقله، يحس بتعبه وقيمته، هذا من راح يقدمه باكر عقبه ما يتندم خلاص، يعني هذا شيء راس مال للمستقبل. ومثل ما قلت لك انه احنا مستقبلنا يخوف، ولازم انا طبعا من خلال شاشتكم احب انصح كل الشباب انه من هسه تبدا تفكر، مو شرط عمل، مو شرط عمل، اهم شيء سوي شيء بس شنو يكون يفيده بالمستقبل، لان اذا ما لقى شيء يفيدك بالمستقبل تقعد وتحط ايده على يد وتظل تباوع وتتصفن وتتحسر وتجر حسرات اصلا. قطار رايح. الخطوه الاولى هي الخطوه الاولى كلش مهمه يعني.